خلال النزاعات المسلحة غير الدولية، يعاني المدنيون من خطر متعدد المستويات يتمثل في فقدان القدرة على الوصول إلى المياه. قد يحرم المدنيون من المياه لأسباب مختلفة: تدمير مقصود أو غير مقصود لمصادر المياه، استخدام المياه كسلاح في النزاع، غياب أو سوء خدمات المياه الرسمية، إعاقة أو التحكم في وصول المساعدات الإنسانية. لكن المياه واحدة من الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وبنيتها التحتية ضرورية لبقائهم على قيد الحياة. حرمان المدنيين من الوصول إلى المياه انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يفرض تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، كما أنه انتهاك لحقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والصحة والغذاء والكرامة. إن امتثال المجموعات المسلحة من غير الدول للالتزامات القانونية لا يعتبر كافياً لضمان حماية خدمات المياه ووصول المدنيين إليها. خطط وبرامج الإدارة الجيدة للمياه ذات النهج التشاركي مسألة ضرورية ومحورية لاستكمال الأطر القانونية. تتطلب الإدارة الجيدة للمياه انخراطاً فعالاً في المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقادة الدينيين والجهات الإقليمية والدولية الفاعلة والمتخصصة. انخراط يعتمد على المنظور الجندري، أي ذو نهج يحترم الالتزامات القانونية والتمكين الجندري المتوازن ويراعي الأعراف المجتمعية. لا يجب استخدام المياه كسلاح في النزاع، أي أن يتم مثلاً تحويل المياه أو استخدامها للإغراق أو تلويثها أو استخدامها لأغراض عسكرية أو تدمير بناها التحتية ومصادرها. إضافة إلى ذلك، يجب عدم استخدام المياه كسلاح استراتيجي، كأن يتم استغلالها لتحقيق مكسب مالي أو استخدامها لإكراه السكان أو تهجيرهم قسراً.